من ليالي السحر والجمال دايما هي ليالي كرة اليد العالمية والأوروبية. نادي إما الرملي بالقميص رقم 9، الكرة إلى الجناح رملي، تصويبة من رملي لكن على طول هنا التصدي، وادي هنا كارليك والتصويبة ولكن ده التصدي من دي كميم كارليك، خد الـ MVP في نهائي الماضي، وادي التصويبة. باريس سان جيرمان 29 سنة، الموسم الرابع يا سلام خلصها بشكل رائع جدا. كارليك لا طبعا بيستلم صعب جدا لكن هنا على طول التصدي والتصويبة ولكن على طول هنا جونزالو والمتابعة دي كميم الفرنسية المتواجدة في البلوجرانا مع البارسا، ودي كميم والتصويبة لكن هنا أندريا جدا منذ يعني رحيله عن كيل جدا مع كيلسا، وادي التصويبة الكاميرا مرسالة السريعة عدى واحد على واحد ساب التمرير على طول، وادي التصويبة من الفرنسي رملي ورمية 7 أمتار هنا على طول سبيشاليست رميات الجزائية أركيديوس، ويؤكد أركيديوس عملها ازاي من أسف كورة مزعجة جدا للحراس مثل هذه الكرات دي كميم والتصويبة، هو حاضر دايما في المكان استلع ازاي تيمو في عمله الزيادة وصوب الكرة، بص كارليك لاعب الدايرة بيخلق مساحات تمريرة غير منضبطة خلصوها لاعب البار، بص السرعات بص المهارة عدى وفات تيموسي خلق المساحة على طول سابها له خلصها بص المساحة اتخلقت قد ايه فتحت لي رائع جدا، وادي الرملي والتصويبة بمنتهى القوة لكن الحارس نادي نانت تصويبة من دي كمين بص جاي ازاي عالي جدا المدربين الاسبان هي دي شطارتهم، بلاس جانك ريملي خلقوا له برضه المساحه لكن هنا بقى لوكا تيموثي عدى وفات طبعا لقى نفس المساحه، وادي هنا عند الطول اندري السرعه في نقل الهجمه لكن التصويبه غير منضبطه تماما جاي الهجمه تيموثي على طول على الجناح من اعلى الحارس بطريقه، البدايه كانت لدانيال تمريرة غير منضبطة، وادي على طول المرور والتصدي هنا على طول من اندرياس، لولا اندرياس أين نديم ريملي بتاع البي اس جي وعلى الدايرة ولكن العارضة المنتخب الروسي و93 لعب مع المنتخب الاسباني وحصل على افضل لاعب في العالم، وادي على طول هنا الاختراق بشكل جيد متأخر بفارق 4 أهداف وحتى الحالة بتاعت الفرقة مش اللي هي راجعة لا ديلان ناهي على الدايره والاستلام هنا على طول من لاعب الدايره لكم خطوه الملعب كله، وادي هنا انفراد 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 ومن اعلى الحارس 7-4 يخبئ لك الحظ يا دوتش بايف، وادي الاختراق وادي المرور وعلى طول هنا اندرياس لولا هذا الحارس، وادي هنا على طول تمرير على الجناح والتصويبه والهدف. بص يروح هناك لوكا يرد الكره ليه دي كميم ويطلع على طول هنا بص التصويبه عامل ازاي بص التصويبه عامل ازاي طلع دانا من ايده تيمو في نيجوسل وبيلعب باثنين على مستوى الدائره، بص الاختراقات هنا بقى التاكتكس هنا لسه بقول لكم بص اثنين شول يعني بص بيجيبوا لعيبه سنها صغير يربوهم جوه النادي يتعلم عادات وتقاليد الكبير البارسا، وادي فابريجاس ورمي 7 أمتار أليكس جوميز والتصدي من رايت باك وسنتر باك، بص التمرير بص شوف بيعملوا ايه، وادي هنا على طول التصدي الرائع والمرمى بدون حارسه وهدف
والاستلام على طول من لاعب خد مكان ساندريتش سلوفيني. تصويبة تصدي رائع جدا، واحدة رائعة بيلعب لكيلسا حتى موسم 20 ثم انتقل إلى نيكولا. أليكس توتشبايف لدانيال، تصويبة أرضية لكن على طول لجونزالو كان قاعد هنا. إيقاف واحد فقط لغير كان للوكا سيندريتش. إذا الدفاع متطور وادي الاختراق من دومين وادي المشروع الجديد، والفارق يعود مرة أخرى إلى 4 أهداف. أليكسي حتى الآن عائلة توتشبايف لم تنجح، وادي الاختراق لسه بقول لم تنجح عائلة دوتشبايف. الدائرة استلام برشلونة يقصى على كيلسا، برشلونة يقصى على في الآخر. هي لعبة تلعب من أجل إمتاع الجماهير ومن أجل يعني إخراج طاقات للاعبين. وادي التصويبة، وادي على طول من الأجل المهارات أيسلندا يعني كل فترة كده على الدائرة، ورمية 7 أمتار من برشلونة من 2020 من سبورتنج لشبونة. موفي وادي التصدي وكرة. إذا ما زال الجنرال بيلعبوا بإيديهم الشمال، وادي ريملي والتصويبة، ولكن هنا على طول تمركز أكثر من على الدائرة استلام في هفوة دفاعية، هفوة دفاعية طبعا فابريجاس ملك الحلول. بص التمريرة، تمريرة حريرية، هما بيدافعوا 5 قافلين المساحات. بص الحركة، بص حركة القدمين واختراق لأليكس. فاول على المهاجم، قرار صائب 100% أدي أليكس والمرمى بدون حارسه وبذكاء. استغلال رائع للنقص العدد، لكن بص مين اللي جابها، كاراليك البيلاروسي. تمريرة قطرية لكن هنا في المكان والزمان أليكس. وادي المرور السريع، تمريرة غير منضبطة، خلصوها جابوها رجعوها. لاعب في المركز واحد في التاكتكس 5-1 ريتشاكسون جاكسون ابنه ميلفن. تنقطع الكرة كاراليك، ابتدى يلعب بيه أليكس، عايز يعدي لكن صعبة جدا من العمق الدفاعي. كاراليك والتصويبة يعني بالكسرة العددية الهجومية، وفعلا فعلوها. وتمريرة تصل من نيكولا إلى كاراليك. دي سمة الفرق الكبيرة، عايز تلعب وتشارك في البطولات يبقى عندك وفرة من اللاعبين، ما تشتكيش ولا تأجل المباريات. وادي هنا على طول أليكسي ومواجهة راس راس، وعلى طول جونزالو حافظه جونزالو. مؤثرة جدا في وقت حرج جدا جدا على فيف كيلس، كان ممكن من خلالها أن يعود لكن أبى أن يعود ويحافظ. برشلونة 5 دقائق لم يحرز ولا هدف، وادي هنا على طول الرد بهدف أن يعود بها فيف كيلسا. لكن جونزالو أحد أبرز لاعبين برشلونة في الشوط الأول، وادي هنا على الجناح، وادي التصويبة، لكن هنا فعلا جونزالو بيريز ويعلنها صراحة ويقول خلاص. وتدوير اللاعبين عامل إزاي، يعني لعيبة كتيرة شاركت وخرجت لكن تشعر بأن النسق الهجومي موجود. لوكا سيدري تصويبة ورمية حرة مع صافرة، بيبص كده بعينه عشان يبحث عن ثغرة أليكس هل يفعلها، لكن خلاص الحائط طبعا صل. يعني تقريبا نفس التشكيلة اللي بدأ بيها وأداء متوازن. وادي البداية والافتتاحية من رايت باك وتيموثي في الليفت باك زال يبحث عن. وادي الريملي يعود من جديد مع بص على طول الرد من اصابته. وادي هنا كاراليك بعتبره واحد من افضل فعلا اللاعبين، قراءه جيده. ادي فابريجاس يعمل واحده خلفيه لكن هنا اندرياس. بص بص التمرير ده، غياب التركيز ده، غياب ومين بياخد الزياده العدديه ومين اللي بيكمل مع العالي فوق ومين اللي مع الجناح على طول مع الجناح فين. أليكس توتشبايف بيلعب شادو بلي ميكر، تصويبه حتى يعني مع هذا الجول مع احترامي بلي ميكر في الرايت باك علشان لما بيروح بيجي لوكا. المهاره طبعا والحلول الفرديه واحد على واحد لوكاس، فريق واسم كبير البلوجرانا
اسم كان مفيش اي منافس في الدوري الاسباني. سايمون ايجور وهدف لوكا تيموثي. واحد على واحد عدى وفات. بص عدى وفات ازاي. سايمون تمريرة ليه دايلان سبيشاليست رميات الجزائية أركيديوس التصويبة. قلت تركها ليه فابريجاس ريح له تاني. هيقول له ما تزعلش عملها له طبعا على طول. ويعني لكن فابريجاس ضيع الكرة ودخول لمنطقة ستة أمتار على طول. خطفوها خلصوها خلصوها. قيمة فريق برشلونة الكبير كبير. تاني محاولة على طول والتصدي. لا 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 يصنع الفارق يصنع الفارق حكاوي. بص التصدي بص التمركز بص دي كميم والهروب من المدافعين تيموثي لوكا. الدفاع يعني مفيش حلول. يا السلام على التمرير يا السلام على اللعب على الأجنحة على طول وهدية والشيك على كارليك مختفي بيلعب ليه جوناثان. احد الاوراق الرابحه وادي على طول اختراق والتصويب بامان كيلسا. ازاي مش ده كيلسا ما عندوش صانع العاب يا جماعه. كارليك كيلسا انهار فيف كيلسا انهار ينهار ينهار ينهار. فابريجاس بيكمل عليهم وتالنت دوتشبايف خلاص رمى الفوت تمام. سقط وصيف اوروبا امام بطل اوروبا الرملي. بص التركيز يا جماعه ده اللعب على الميداليه البرونزيه في اولى مشاركاته في 2016 خرج من البي اس جي ولعب السد عامله ازاي. بص الاسبانيش سيستم بص الاثنينات بتقابل ازاي مين بيقابل ومين بيغطي. نديم مارملي والتدعيمات دي كميم. بص محور اداء لعب قوي جدا. فاول طبعا وايقاف دقيقتين فاول وايقاف دقيقتين. دي كنا كسبانين والدنيا ماشيه كويس يعني مش عايزين توتر. خلي المباراه تكمل وانا بلعب كويس واندرياس وولف وترجع الكوره. لكن الكوره ماشيه معانا جنك. لكن لقطه فيها حاجات كتيره جدا اللي قالها لوكاس اندريتش لاعب كبير طبعا يعني كل من له علم. وادي هدف هذه النتيجه. وادي الاستلام وادي على طول لويس احد الطيور المهاجره. لأن يعني الهيبة الأوروبية والأندية الأوروبية في عالم تاني. ودي السلام على الاختراق. موجود هيديلك حقك. هو موجود علشان يديلك حقك. توت فايف عدى وفات ورا قداح في الموسم القادم لاعب الكوماندوز الزملكاوي. وادي التصويبة بره نديم رملي. لا 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 خلاص ده ضله. قداح النهارده انت اتفرجت عليه وشفته مع الخليج عمل ايه؟ في وجود قداح طبعا تالنت لو حد يقدر يجيبه له دلوقتي يعني يبقى جاب له هدية الكريسماس. لعب خط خلفي كده زي قداح. وادي على طول جوناث تومث. يا سلام بص تبديلة الكورة من ايده. بص الحكاية من اولها عدى وفات وبدل الكورة بايده مهارة. كل الهجومية عايز يعدي والتصويبة اختراق بشكل جيد من بص رمية الارسال السريع عملوها ازاي والتصويبة على طول. ما في الحكاية على فيف كيلسا بتدي القاضي على فيف. وادي التصويبه وادي 31 20 فرق 11 هدف. والمباراه اصبحت يعني مباراه اوروبي هي بقت الاهم خلاص. برشلونه خدها اللي عايزه من اللقاء. ابتدى يريح اللاعبين مش عايز التحامات. عنده مباراه قويه جدا مع ماجدبورغ لكن تاني مره مفيش التحامات. الدنيا سهله. دي كميم تصويبه بمنتهى السهوله. بص يعني ثنائيه فرنسيه ده اللي بنقوله يا جماعه. النهارده فرنسيين يلعبوا مع بعض حافظين بعض وثلاثه اربعه زيهم اسبان ومعاهم ثلاثه اربعه بولنديين في والتصويبه والتصدي من دانييل. فاول على المهاجم طبعا طبعا فاول على المهاجم. البرتغالي عايز ياكد عايز يرجع بقى بكل قوه لكن كان ممكن يعمل. بقول لك لسه راجع من الاصابه مع لاعبنا المصري علي زيد. تصويب على طول ثنائي بيت دومين ماكوك
على الدايرة على طول والتصويبة نزل بقى ميل نيلسون جوناثان طبعا وعلى الدايرة لكن زي ما قلت هو لسه راجع من إصابة لويس فرادي ودي على طول ليس مش من أجل يعني التغيير ولكن من أجل إعطاء كل واحد على يديله واللي بيأكد على قدراته بيديله واللاعب الأساسي بيديله على طول وادي هنا على طول تيموثي دومين اوه على الخداع اللي عمله لا 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 لعيب كبير قوي 22 سنه هذا التقت اللاعبين يعني ده المدير الرياضي بقى وادي هنا على طول القائد يعني بيتعرف على السيستم وادي هنا اهو بص بص المدرب لازم يبقى البديل جاهز تمريره طبعا بمسلسل البهتان وادي بص فرادي بص المدرب يا جماعه له خمس هجمات ضيع كورتين وجاب كورتين زي ما ضيع انفراد شيرين ونتيجه ثقيله جدا يوم للنسيان ايميل نيلسون ايضا يدخل جوه المنظومه البرشلونيه وادي التصويب على طول من ميلفن بص قطع الكره ازاي عامل مباراه النهارده وادي ميلفن اخطا بالجمله على الدايره وادي ايميل نيلسون حظ اللقاب ودايما التغريد منفردا في كل البطولات كرة اليد يصل الى اللقب السادس ام يفعلها ماجد بالسوبر جلوب هو حامل لقب البطولة الماضية وايضا مواجهة ما بين النادي الاهلي في كيلس النادي الاهلي عمل مباراة قوية امام ماجدبرج في الشوط الاول بدنيا وذهنيا يعني برشلونة مسلمه يعني فريق خلاص خلصوا عليه مور مش افضل حاجة لكن يبقى لعيبة عندهم قدرات كبيرة طبعا وادي التصويبه من اللاعب رقم 4 ميلفن تبقي دقيقه لكن بص دومين اخترق وبالمهاره بص عامل فيك باص خداع بالتمرير دانيال رمي 7 امتار دانيال والهدف يدي الحكم الكوره والحكم ينطق الكوره ولقطه جميله جدا وصفرت نهايه فيف كيلسا على البرونزيه مع الاهلي المصري في السوبر جلوب والى اللقاء.